انضم على قناة الأولى مباشرة. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز عناوينها. أنظار عشاق المستديرة الساحرة تتجه اليوم صوب الدار البيضاء، والحدث الكروي البارز الديربي 29 بعد المئة بين الوداد ورجاء الرياضيين برسم البطولة الوطنية الاحترافية. في اليوم العالمي لذوي التثلث الصبغي أو ما يعرف بمتلازمة داون، رصد الإكراهات التي تعيشها هذه الفئة خاصة بعد التوقف الاضطراري عن ممارسة مختلف الأنشطة. في اليوم العالمي للشعر الذي تم تبنيه باقتراح من المغرب، نتوقف مع أحمد الحريشي شاعر يشتغل على النموذج الشعري العربي الأصيل بنفس صوفي. أهلا بكم من جديد، والبداية بأخبار الرياضة، حيث تتجه أنظار عشاق المستديرة الساحرة اليوم إلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لمتابعة قمة كروية بين الوداد والرجاء الرياضيين. الديربي البيضاوي مواجهة تندرج في إطار الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية. خالد الرغوت، خالد أزدون ومحمد العروي. من جديد يعود فريق الوداد والرجاء للالتقاء مجددا في نسخة أخرى من مواجهة الديربي البيضاوي، والذي وصل هذه السنة نسخته 29 بعد المئة. هذه المباراة التي ستقام بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ستعرف مرة أخرى غيابا اضطراريا للجمهور بسبب جائحة وباء كورونا. غياب بلا شك سيؤثر على أداء الفريقين بحكم دوره في إدكاء حماس اللاعبين. مواجهة هذه السنة والتي تجرى برسم مباريات الجولة العاشرة من بطولة هذا الموسم تتميز بتقاسم الرجاء والوداد صدارة ترتيب الدوري بمجموع 19 نقطة، لكن مع مباراة ناقصة لفريق الوداد. وتأتي هذه القمة بأفضلية لفريق الرجاء البيضاوي الذي تمكن على مدار تاريخ هذا الديربي من تحقيق 37 فوزا مقابل 30 انتصارا للوداد فيما تعادل في 61 مواجهة. فريق الوداد الذي يسير بخطوات ثابتة رفقة مدربه التونسي فوزي البنزرتي في منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تأهله المستحق لدور الربع، عازم على تأكيد قوته أمام خصمه الرجاء البيضاوي في ظل تألق نجوم الفريق كالليبي مؤيد اللافي، أيوب الكعبي والتنزاني سايمون صوفا. بالمقابل ففريق الرجاء ومدربه السلامي لن يكون بالخصم السهل في هذه المواجهة بحكم خبرته نجومه كمالانجو، محسن متولي، سفيان رحيمي وعبد الإله حافظي. هذه المواجهة ستكون مفتوحة لكل الاحتمالات بحكم أن المباراة تقام مع مستهل لهذا الموسم. تبقى الإشارة إلى أن هذه المباراة ستنطلق في حدود الساعة 5 عصرا وسيقودها الحكم جلال جيد. إذن اليوم سيكون يوما استثنائيا لعشاق كرة القدم في الدار البيضاء. الديربي بين الرجاء والوداد يصل إلى نسخته 29 بعد المئة، هي مباراة تحبس أنفاس البيضاويين وتسبقها أجواء خاصة. هذه الأجواء يقربنا منها روبورتاج خالد أزدون ومحمد العروي. المدينة القديمة مدينة العراقة والتاريخ، معقل الأصالة والأسماء الخالدة. بهذه القطعة الجغرافية من الدار البيضاء كان للتاريخ أن يكتب بمداد أحمر عن قصة ولع لا تنتهي، هذا اللون الذي يصاحبك أينما ارتحلت داخل هذه الحدود. فكانت الوداد هي الرمز والهوية التي لا تناقش، خصوصا في فترة الديربي. ديما وداد كنا الرجاء ديما أحباب الرجاء والوداديين تاهما بالنسبة للأجواء هنا في باب مراكش ولا في المدينة القديمة ولا في دار البيضاء في الصفة عامة، أجواء كتكون زعما شدة بعضياتنا وهذا، وبين العوانات كتلقى اللي رجاوي كتلقى اللي ودادي، وكيكون واحد الشنآن بيناتنا، هذا رجاوي كنشد فيه والآخر كيعمل لك، وبالخصوص نهار الديربي عاوتاني ملي كتكون المقابلة انطلقت في موقع الخميس. فريق الوداد البيضاء كنت عارف الديربي فافوري على الراجل، ورقة الميدانية اللي غتحكم بالفريق، أنا كنتمناو فريق الوداد البيضاوي يفوز، كنتمناو من السي البنزرتي ما يعلمش علينا كما كنقولوا، يدخل فورماسيون اللي غتربح الديربي، حيت الديربي ماشي بغينا كور، بغينا يتربح، حيت 3 بوا أهم حاجة. من غرب المدينة في اتجاه شرقها، قصة أخرى وعشق من نوع آخر. تغير اللون إلى أخضر يحكي التاريخ الطويل للرجاء. تاريخ لا يتوقف ويطالب بالمزيد من البطولات. الديربي في حد ذاته بطولة لا محيد عنها مهما طال النقاش.
هو السلام العزيز على الواضع على الجمهور ديما العالم الاجواء ديال التيران بوحدها اجواء ديال التيران هذو التيران تلقاني انا واخذ ورقه سيمانه اول حاجه ديما راجع وثاني حاجه الاجواء ديال الديربي هذا العام راه حاجه حاله خاصه فان شاء الله يرفع لنا الله الوباء ورجعوا ان شاء الله الحياه العاديه ديالنا وحاجه اخرى انا عاطي الرجاء الرباح علاش لحقاش حنا عندنا ولاد الفرقه اللي غادي يحسوا بالديربي واللي غيعرفوا الديربي ديربي كازابلانكا مباراة لا يمكن أن يطالها النسيان ومع حلول كل موعد ديربي تكثر المناوشات والتوقعات بين الطرفين فكل المدينة تستنشق رائحة اللونين الغريمين حتى وإن بدا لك البعض غير آبه بالمباراة فبداخله نقاش لا ينتهي وآمال لا حدود لها لرفع لونه بعد المباراة وللحديث أكثر عن تظاهرة اليوم الكروية ينضم إلينا مباشرة السيد عبد المجيد الخال إطار وطني سيد الخال مرحبا بك إذن يأتي هذا الديربي في ظروف خاصة بالنسبة للفريقين ديربي هذا العام يجمع المتصدر والمطارد هل هذا المعطى قد يؤثر على مباراة اليوم علما أن كل طرف يعني يفضل الخروج بأقل الأضرار في هذه المقابلة اهلا الاخت سكينة اهلا متابعي قناة الاولى بالفعل الديربي كيجي في ظروف خاصة خصوصا ان الفريقين كيبصموا على مسار جيد لا داخل البطولة الوطنية لا داخل الكؤوس الافريقية فمثلا فريق الوداد الرياضي كيبصم على مسار جيد وتأهل الدور ربع النهائي في كأس عصبة الابطال وكذلك فريق الرجاء الرياضي تواجد كيحقق نتائج ايجابية وكذلك مقبل على نهائية كأس العرب وكأس محمد السادس نصره الله فهذه الاشياء غتأثر كنت من انها تأثر ايجابا على المردود التقني داخل ارضية الملعب وكما قلتي بان فريق رجاء البيضاوي الان متصدر وفي المطاردة فريق الوداد الرياضي فأكيد أنها غتكون مقابلة حارقة وصعب أنك تتكهن بالنتيجة ديالها طيب سي الخال في نظرك من يمكن أن نقول بأنه مرشح على الورق للظفر بالديربي رقم 129 بالنظر للظروف المحيطة بكل فريق كما كتعرفوا أن الديربي كيتلعب في جزئيات بسيطة وهذه الجزئيات داخل فيها الكوتي مونطال أو الجانب الدهني لأنه اللي غيوجد الفريق ديالو دهنيا لهذه المباراة فأكيد أنه غيحوز على ثلاث نقاط ديال المباراة وخصوصا في هذه الأجواء اللي كيعيشها الديربي غياب الجماهير الجمهور اللي كان ديما كيخلق الحادث بالتيفوهات بالإشعارات ديالو فالآن الفرجة كنتمنى أنها تكون في الملعب وكنتمنى أن من المدربين أنهم يكون واحد اللاعب مفتوح باش انها تكون الفرجه ويكونوا اهداف لانه الديربي يسوق عالميا واكيد انه غيعطي صوره ايجابيه على كره القدم الوطنيه. السيد عبد المجيد الخال اطار وطني كنت معنا مباشره من الدار البيضاء شكرا لك على كل هذه التوضيحات. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 وناقص 6 والعليا ما بين درجة تحت الصفر و4 درجات وذلك إلى غاية يوم غد الاثنين في كل من الحوز أظلال بن ملال إفران ورزازات تنغير بولمان وميدلت بخصوص مقاييس الأمطار المسجلة ببلادنا من الساعة 6 من صباح أمس إلى الساعة 6 من صباح اليوم النظور 48 ملم الحسيمة 33 ملم إفران 30 ملم فاس 27 ملم تازة 23 ملم مكناس 18 ملم تطوان الرباط بن سليمان 15 ملم توريرت 10 ملم بني ملال 8 ملم وجدة 7 ملم مراكش وبوعرفة 6 ملم أما مقاييس الثلوج فبلغت بأيرو إفران بإقليم إفران 15 سنتيمتر بإقليم ميدلت 20 سنتيمتر بترغيس 18 سنتيمتر أو سنتيمتر بهجيرات 15 سنتيمتر بكل من إنمزي أنفقو وأيت مرزوق أما بإقليم تازة فبلغت 25 سنتيمتر ببويبلان 20 سنتيمتر بكل من باب بويدير وتزارين ومغراوة وبإقليم الحسيمة 20 سنتيمتر بجبل تاجران 15 سنتيمتر بالزرقات تيزي إفري
ونفتح الآن ملف كورونا وجديد حملة التلقيح. وزارة الصحة أفادت إلى حدود أمس أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى بلغ 4,264,168 شخصا. وأضافت الوزارة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 1,423,380 شخصا. وبشأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، سجلت 444 حالة مؤكدة و484 حالة شفاء و8 حالة وفاة. الأجانب المقيمون بالمغرب يستفيدون من مجانية التلقيح على غرار المواطنين المغاربة، عملية تتواصل بكل سلاسة وفي احترام تام لكل الإجراءات الوقائية. نتابع سير هذه العملية من فاس، حيث توفد الأجانب على مراكز التلقيح في روبورتاج مهدي محب ومصطفى الزهيري. جاك شونويل فرنسي مقيم بالعاصمة العلمية فاس منذ حوالي عقد من الزمن، حل بهذا المركز الصحي الخاص بالتلقيح وهو على دراية تامة بالإجراءات المتعلقة بعملية التطعيم. فجاك سبق له أن تلقى الحقنة الأولى واليوم حان موعد تلقيه الحقنة الثانية. أنا مرتاح جدا لتلقي الحقنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أبنائي بفرنسا ينتظرون موعد تلقيحهم. على خطى جاك يسير عدد من الأجانب المقيمين بمدينة فاس نحو مركز التلقيح هذا، يتلقون الحقنات على قدم المساواة مع باقي المواطنين المغاربة. أنا سعيدة ومرتاحة جدا، أنتظر بفارغ الصبر الحقنة الثانية من اللقاح كي نعود لحياتنا الطبيعية. إلى الآن المغرب يحقق أرقام إيجابية، والفضل في ذلك يعود إلى الأطر الصحية وجميع الساهرين على هذه العملية. اليوم حنا كنشرفوا على تلقيح الأجانب اللي راهم عطاو عبروا على الارتياح ديالهم لحسن تنظيم وسيرورة هذه الحملة. المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة ومهمة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، ف 95% من عدد جرعات اللقاح المحقونة في إفريقيا تمت في المغرب، وبالتالي فإن المملكة الأولى إفريقيا ومن العشر الأوائل عالميا. وعبر العالم عدة دول تخوض سباقا مع الزمن ضد وباء كوفيد-19. وفي تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات التلقيح، الاتحاد الأوروبي يلوح بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم يتم إمداده به أولا. نبيل أزرقان والتفاصيل. في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم 122 مليونا، فقد عدد جرعات اللقاح التي جرى إعطاؤها حول العالم 430 مليون جرعة. وفي بريطانيا البلد الأكثر تضررا في أوروبا من الوباء، من حيث عدد الوفيات تلقى نصف البالغين في البلاد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إذ تم إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو 13 أسبوعا. هذا فيما تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لتسريع حملتها للتلقيح ضد الفيروس. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين هددت بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلقى الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات. التحذير الأوروبي يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف في أوروبا من حدوث موجة ثالثة من الوباء، مما دفع العديد من الدول لزيادة إجراءات الإغلاق ودق ناقوس الخطر.
في هذا اليوم من كل سنة يخلد اليوم العالمي لذوي التثلث الصبغي أو ما يعرف بمتلازمة داون، يوم عالمي يخلد في زمن الجائحة، وهو ما نجده مناسبة للتعرف على الإكراهات التي عاشتها هذه الفئة، خاصة بعد التوقف الاضطراري عن ممارسة مختلف الأنشطة. من فضاء جمعية إشراقة قلب بتطوان نتابع روبورتاج فنا شكر العلوي وعبد العلي الجنوني. بعالم أطفال متلازمة داون أو التثلث الصبغي 21 الكثير من الصعوبات التي تواجه الأسر، إلا أن دعم الأمهات خصوصا يلعب دورا أساسيا لتمكين هؤلاء من بداية مشوار سليم يقود إلى دمج سلس في الحياة العامة بمختلف جوانبها، بدءا بالمدرسة وصولا إلى التأهيل المهني. مكتسبات تتحقق بفعل مجهودات المجتمع المدني عبر العديد من الخدمات المتخصصة، كما هو الشأن بفضاء جمعية إشراقة قلب تطوان للأشخاص خاص ذوي التثلث الصبغي وأسرهم. أنا الولد ديالي ما كانش كيخلف دار كيخلف، كان ما كينتقش يا رجل، الحمد لله كينتق، دابا كيهضر أي حاجة عنده كتقول له الحاجة كيجيبها لك، الحمد لله التركيز ما كانش كيركز، دابا كيركز كتقول له الحاجة كيجيبها لك. بنتي كانت بزاف الحوايج كناقصة منهم، من حقني رجعت للجمعية الحمد لله. دابا من خلال هذا العمل ديال 11 سنة اكتشفنا أن العمل أن التدخل المبكر هو الأساس نجاح الأطفال في وضعية إعاقة، وعلى الخصوص ذوي التثلث الصبغي، باش يدمجوا في المدارس مع أقرانهم، باش يدخلوا سوق الشغل ويواكبوا التأهيل المهني ويواكبوا الحياة المجتمعية. عديدة هي الأنشطة والخدمات التي تستهدف أطفال التثلث الصبغي 21 والتي تزيد من المهارات المكتسبة لدى هذه الفئة وكذا الساهرين على رعايتهم. وبجمعية إشراقة قلب تطوان وفي سنة استثنائية بفعل الوباء فرضت بقاء أطفال متلازمة داون بالمنازل لفترة طويلة، سجل تأثر ملحوظ في سلوكيات هؤلاء لتفرض مواكبة خاصة للصغار وأسرهم، بما من شأنه الحفاظ على المكتسبات واستثمار القدرات على الوجه الأمثل. كنخدموا على البرنامج التربوي الفردي ديال كل طفل، يعني من خلاله كيبان لينا امتيازات ديال كل واحد فيهم، يعني على غرار يعني التعلمات الدراسيه بحكم كيكونوا مناهج مكيفه ليهم بحكم في وضعيه اعاقه، ولكن كي عندهم قدرات مثلا يقدر يدير المسرح، يقدر يدير الموسيقى، وخاصه كيشاركوا في مجموعه من الانشطه ديال لا بيركسيون. ما يبذل من مجهودات لتحقيق دمج شامل للأشخاص ذوي التثلث الصبغي 21 ببلادنا يظل رهينا بتضافر جهود الجميع وكذا الحرص على التدخل المبكر ونشر ثقافة تقبل الاختلاف بالمجتمع، فمن هؤلاء أبطال ومبدعون ليسوا بحاجة إلا إلى دعم قدراتهم. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع تنضم إلينا من تطوان السيدة مريم البقالي أخصائية التدخل المبكر والتربية الدامجة. بعد التحية سيدتي، هل يمكن أن تلخصي لنا نوع المشاكل والإكراهات التي واجهت أطفال التثلث الصبغي وأسرهم بسبب اضطرارهم للغياب عن المراكز والجمعيات ومزاولات مختلف الأنشطة، وكيف تعاملتم كمختصين مع هذا الأمر؟ شكرا على الاستضافة. فعلا عاشت يعني الأطفال في وضعية إعاقة مشاكل كثيرة بسبب ظروف الحجر التي فرضت عليهم بسبب الوباء الذي اجتاح العالم وأثر على كل على مجموع العالم. المشاكل والإكراهات التي صادفوها الأطفال ذوي التثلث الصبغي وأسرهم هي انعزالهم مكوتهم بالمنازل لمدة طويلة، الشيء الذي أثر عليهم في سلوكياتهم وشخصيتهم. هم أطفال معروفون بالحركة والنشاط حتى لا يتم التكاسل والخمول، وحتى لا يسمح لهم بذلك كان علينا التواصل معهم عن بعد كحل وسطي من أجل يعني التواصل مع الأسر من أجل تفعيل تلك الحركة وذلك النشاط لتزويدهم بالمعلومات والتعليمات الأساسية والضرورية، وهذا كان يتعذر بسبب الإكراهات كصبيب الإنترنت الذي يتعذر في بعض المناطق وكذلك ندرة الوسائل الإلكترونية. وشكرا.
طيب سيد البقالي، الأطفال والأشخاص المصابون بمتلازمات داون يثبتون في كل مرة قدراتهم ومواهبهم في العديد من المجالات والحرف، هل لك أن تقربين أكثر من المجهودات التي ساهمت في دعم هؤلاء لتيسير إدماجهم بالمجتمع ومدى أهمية التدخل المبكر لتحسين قدراتهم؟ نعم، هناك مجهودات جبارة ومكثفة تعمل ليل ونهار من فئة من الباحثين والعاملين في الميدان من أجل الوصول إلى دمج شامل لهؤلاء الأطفال وخاصة ذوي التثلث الصبغي لما أثبتوا من قدرات ومواهب وإبداعات. هؤلاء الأطفال يحتاجون دائما إلى دعم مستمر من طرف الهيئات، وقد تمثلت في عدة برامج وخدمات للمناصرتهم مثل تنزيل البرنامج الوطني التربية الدامجة الذي حقق جدارة في أرض الواقع رغم بعض الإكراهات التي ما زالت نعيشها. كذلك أهمية التدخل المبكر ودوره الذي يلعبه في التشخيص المبكر في التدخلات المبكرة مع الأطفال في جميع الخدمات الطبية والتربوية والنفسية والاجتماعية، دور التشبيك المجتمعي في إبداء الرأي والتوعية والتحسيس بالاختلاف واحترامه وتزكية مبادئه وقيمه. السيدة مريم البقالي أخصائية التدخل المبكر والتربية الدامجة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة تطوان. الثقافة والتنمية هو عنوان المؤلف الذي أصدره الكاتب لطفي المريني، دراسة معمقة عما يمكن أن يلعبه المكون الثقافي في التنمية. نوال جراري، حسن سيلا، وأسماء تازي. الكتاب بحث في العمل الثقافي بصفة معمقة، وبالتالي يعد مرجعا من أجل الاطلاع على المنجز وما يمكن إنجازه في أفق تعزيز العمل الثقافي والإنتاج الإبداعي بمختلف مشاربه، وبالتالي الاعتماد على المعطيات الميدانية كما يسجل المؤلف ذلك. ما الناس أرقام حول مساهمة الثقافة في النمو، في خلق مناصب الشغل، في الوضعية الاعتبارية ديال المثقفين وديال الفنانين وديال الوضع ديال الثقافة ككل والمسيرين ديالها أو العاملين في القطاع. وتعمل الجهات الوصية على دعم مختلف القطاعات من أجل جعل العمل الثقافي في صلب التنمية المجالية وإبراز الموروث وتثمينه. كيخصو عندك واحد السلسلة ديال الإنتاج ديال فالور القيمة، كتبدا من الكاتب وكتوصل عند الناشر وكتمشي عند الموزع وكتوصل لمكتبة البيع اللي كيمشي لها الجمهور. الغرض من الدعم هي ان هذه سلسلة القيمة توقف على رجليها، ماشي الاولاني اللي كياخذ الدعم قاضينا، لا. اذا كان واحد العملية ديال الاشتغال على فيليا كلها، ماشي فقط في النشر، في النشر وفي الموسيقى وفي المسرح وفي السينما، نتحدث عن صناعات. تراكم كبير على المستوى المؤسساتي كان آخره مؤسسة أرشيف المغرب، لكن التنوع هو الذي جعل المغرب قوة ثقافية كبرى باعتراف منظمة اليونسكو. احنا نقارن بدول من ناحية ثقافية كالهند كالمكسيك كاليابان كالصين كمصر، نحن قوة كبرى في اليونسكو، الناس فاهمين هذا الشيء. هذا ومن تا كتكون قوة عظمى كيخص تكون عندك الإمكانيات المرصدة لتقوية هاد التراث وهاد القيمة اللي عندك، تكون في مستوى أنك تبقى من الأوائل. ويؤكد الكاتب على المسار الطويل الذي يستلزم إرادة قوية ووضع الآليات خصوصا المنظومة الإحصائية لمعرفة مساهمة الثقافة في التنمية. في عام 1999 اقترح المغرب بأن يكون 21 من مارس يوما عالميا للشعر، وبالفعل تم تبني هذا الاقتراح في اجتماع لليونسكو بباريس. أحمد الحريشي شاعر يشتغل على النموذج الشعري العربي الأصيل بنفس صوفي، نتعرف على هذا الشاعر في بورتري أنيسة بومهدي وسعيد ناجح.
اليوم العالمي للشعر هو نفسه اليوم العالمي للشجرة واليوم العالمي للأم أيضا، ربما لأن الشاعر أو لأننا من غير الشاعر نكون يتامى الوجود كمن قطع من هذه الشجرة، كأننا فقدنا أرومتنا الأولى، لأن الشعر بشكل عام هو تمام إنسانيتنا. قد نعيش أيها السيدات والسادة بجسد ناقص، لكننا لا نستطيع أبدا أن نعيش بروح ناقصة. الشعر هو كمال إنسانيتنا، وهو المنحاز الأدبي والأبدي للقيم الكبرى، قيم العدالة والجمال والجلال والحرية. اليوم العالمي للشعر هو بالمناسبة اقتراح رسمي مغربي، حيث قدم إلى اليونسكو سنة 1999 من عاصمة الزهور والعطور باريس، وتم كوننته على العالم. اليوم العالمي للشعر إذن هو هذا الانحياز الكبير إلى هذا الكائن الإنساني والجمالي الذي يجب أن نفتح له آفاقه العامة، وأن يتمركز مرة أخرى ليأخذ موقعه الذي يليق به من الضوء، وأن يأخذ وجبته الإعلامية كاملة. وجدت برغم ضيق العمر والأوطان متسعة لأطلق من بياض الموت في أوراقكم بجعة، وأجني الحب من لغة يفيض مدادها وجعة، وأرقص فوق هاويتي وأمسح دمع من وقعا، فهل من يسرق الأحلام من دمنا كمن زرع. الكثيرون يتحدثون أننا نعيش في زمن الرواية لا زمن الشعر، لكن الشعر سيظل دائما وأبدا ديوان العرب، خصوصا مع وسائل التواصل الحديثة التي بسطت العلاقة بين الشاعر وجمهوره، فلم تعد خاضعة لوسائط دور النشر والسياسات الثقافية وأزمة التوزيع وفلسفة المؤسسات الثقافية، وبالتالي ظل الشاعر يتواصل مباشرة مع جمهوره كما كان جده الأول. بيد أن هذه الموجة صحيح أنتجت الكثير من الرداءات، لكن الرداءة تسقط لنفسها ليظل الشعر الذي ينفع الناس ماكتا في الأرض. ومن الدار البيضاء ينضم إلينا السيد عمر العسري، شاعر وناقد، لمواصلة حديثنا عن الشعر. سيد عمر أهلا بك. في البداية بغيت نسولك، ماذا يمثل لك هذا اليوم العالمي للشعر؟ السلام عليكم. اسمحوا لي في البدء أن أهنئ جميع الشعراء في يومهم هذا الاحتفائي بامتياز، ولكن لابد أن نجعل من 21 مارس كل سنة لحظة تأمل في هذا المنجز الشعري، ولحظة نظر في واقع الشعر والشاعر، ولحظة التفاف حول مفهوم القصيدة، وهي تمتد وتطاول الأجناس الكتابية الأخرى المنافسة لها. الشعر بالنسبة لي في هذا اليوم الاحتفائي هو بحث عن المعنى في كل شيء، المعنى في الزمن، المعنى في المكان، المعنى في الأشياء، في العناصر. إنه في اعتقادي على حد تعبير مارتن هايدغر انبثاق عن العنصر الصميمي في الحقيقة، والحقيقة هي جوهر المعنى. طيب أنت كشاعر شنو اهتماماتك في الكتابة الشعرية وعن ماذا تبحث؟ دائما الشاعر هو عندما يكتب، وهذا الالتزام بالقصيدة في الكتابة كرؤية وكمشروع وكوعي، لابد أننا لا نكتب للآن،
فالشعر الحقيقي هو شعر للمستقبل، شعر رؤيوي، شعر يرى في الواقع عتبة للانتقال إلى حياة أخرى ربما قد تحققت أو لم تتحقق، لأن بالشعر يمكن أن نقيم في جغرافيات مهجورة أو في ضفاف مظلمة، لأن الشعر دائما هو بحث عن المجهول وهو لا يصل إلى الحقيقة إلا بهذا البحث الدؤوب عن اللحظات المنفلتة، عن الإيحاء بواسطة مجموعة من الأشياء والعناصر. الشاعر والناقد عمر العسري، شكرا لمساهمتك معنا ضمن هذه النشرة، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. بعد معاناة مع المرض، المخرج المغربي محمد إسماعيل يفارق الحياة عن سن تناهز 70 سنة بعد عدة عقود من العطاء. ترك بصمة فنية وعطاء كبيرا متنوعا بين الأفلام الطويلة والأشرطة القصيرة والأفلام التلفزيونية. التقرير لإيمان سلاوي. بعد معاناة اشتدت مع المرض أنهكه السقم، وترجل المخرج المغربي محمد إسماعيل عن صهوة الحياة. إنه المبدع ابن مدينة تطوان التي رأى فيها النور سنة 1951، المخرج وكاتب السيناريو، واشتغل في الإنتاج وإدارة تنفيذ الإنتاج. صاحب تجربة فنية وعطاء متنوع امتد لعقود من الزمن، حيث أنجز مجموعة من الريبورتاجات والأفلام الوثائقية والمنوعات والسهرات المسرحية، وقدم مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التلفزيونية وكذا الأشرطة القصيرة. من بين أفلامه الطويلة فيلم وبعد، وداعا أمهات، وفيلم ولاد البلاد. وفي الأفلام التلفزيونية قدم أفلاما بصمت الذاكرة التلفزيونية كفيلم أمواج البر، على القلدة، إضافة إلى أشرطة أخرى. في رصيده عدة جوائز هامة، حيث حاز على جائزة أحسن سيناريو في مهرجان الفيلم المستقل ببروكسل عن فيلم هنا وهناك. كما حصل فيلمه وبعد على الجائزة الكبرى وجائزتي الإخراج والسيناريو في الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفيلم بوجدة سنة 2003. كما نال جائزة أحسن فيلم تلفزيوني عن فيلم أمواج البر، والجائزة الكبرى وجائزة أفضل إخراج عن فيلم على القلدة، وذلك في المهرجان الدولي للتلفزيونات العربية بالقاهرة. شارك في عدة مهرجانات وطنية ودولية، وكانت أفلامه تلاقي استحسان الجمهور واستحسان النقاد. اليوم تفقد الساحة الفنية اسماً وازناً بصم المشهد الثقافي، فإن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه راجعون. شتاء 2021 ولا، واليوم يحل فصل الربيع. 21 مارس موعد ينتظره عشاق الطبيعة، طبيعة تلبس رداء أخضر وتتزين بأبهى الألوان مع ظهور أنواع مختلفة من الورود والأزهار. مناظر خلابة تحيي بالتغيير والحيوية والانشراح حتى لبعض الكائنات الحية التي تخرج بدورها للاستمتاع في أحضان الطبيعة. الصور التي نتابعها من منطقة إفران المعروفة بسحرها وجمالها. بهذه الصور الجميلة نختم نشرتنا، وإليكم أهم ما جاء في نشرة ظهيرة اليوم. أنظار عشاق المستديرة الساحرة تتجه اليوم صوب الدار البيضاء، والحدث الكروي البارز، الديربي 29 بعد 100 بين الوداد ورجاء الرياضيين برسم البطولة الوطنية الاحترافية. في اليوم العالمي لذوي التثلث الصبغي أو ما يعرف بمتلازمة داون، رصد للإكراهات التي تعيشها هذه الفئة خاصة بعد التوقف الاضطراري عن ممارسات مختلف الأنشطة.
في اليوم العالمي للشعر الذي تم تبنيه باقتراح من المغرب، توقفنا مع أحمد الحريشي، شاعر يشتغل على النموذج الشعري العربي الأصيل بنفس صوفي. شكرا لكم على المتابعة، وطابت أوقاتكم بكل خير.